أعلن النائب وليد الطبطبائي أنه سيتقدم بطلب لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بعد انتهاء الاستجواب الموجه له من النائبين رياض العدساني وعبد الكريم الكندري. من جهته وخلال ندوة تحت عنوان الناخب يحاسب النائب عقدت في ديوان الطاحوس، أكد النائب عبد الوهاب البابطين استمراره في تبني تعديل قانون الانتخاب وقانون العفو العام إضافة إلى قوانين وقضايا أخرى. بعد يوم بإذن الله سيعتلي الأخوة العدساني والكندري المنصة لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة. سيكون الاستجواب بعد بكرة، وسيكون قبل اللجان. إسقاطه مسؤولية وطنية بعد بكرة بإذن الله، وأنا سأتقدم قائمة طرح الثقة. أولوياتنا بما يتعلق بالحريات: إلغاء قانون المسيء، قانون الحبس الاحتياطي، إعادة تقديم قانون العفو العام بعد التعديل، قانون المحكمة الإدارية بعد التعديل، قانون الانتخاب، قانون الانتخاب،